تعليمات ريح في إطار تطبيقات وتعليمات صادرة من السلطات العليا للبلاد وعلى وجه الخصوص قيادة الدرك الوطني، ارتأت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الغواط بالقيام بالتدابير الوقائية من فيروس كوفيد 19 كورونا. عندنا تعليمات صارمة، نعتذروا منك أخي المواطن، تفضل ورجع عنك. تفضل ورجع، ربي يعاونك. السهر على تطبيق حالة الحظر الجزئي ابتداء من الساعة 7 مساء إلى غاية 7 صباحا، أوصي جميع المواطنين ومستعملي الطريق بالمكوث في منازلهم للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة ضد العدوى. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم الأخضر 1055 أو عن طريق الشكوى المسبقة. مصالح أمن ولاية الغواط قامت باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الميدانية المتعلقة بإنفاذ الحجر الصحي الجزئي عبر قطاع الاختصاص. في هذا الإطار ندعو المواطنين بضرورة مراعاة التوقيت الخاص بالحجر الصحي الجزئي الموضوع أصلا تحت حماية لأجل حمايتهم وأيضا لأجل سلامتهم. كما ندعو أيضا المواطنين بضرورة المكوث في منازلهم التي تعد حصنا أمينا لهم.